يبدأ تجولنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم مشاهدينا من صحيفة الأيام البحرينية التي نقرأ منها لحوم صناعية قريبا في الأسواق. جاء في تفاصيل الخبر يصل إلى الأسواق في غضون العامين المقبلين برجر المختبر بعد أن قطعت شركة ممفيس ميت خطوة مهمة نحو تسويق اللحوم الاصطناعية أو اللحوم النظيفة كما تطلق عليها الشركة. وتقوم الشركة بتصنيع تلك اللحوم من الخلايا الحيوانية التي لا تتطلب ذبح الحيوانات. وإلى صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدينا التي اخترنا منها لكم تقنية جديدة تساعد كبار السن في التخلص من الوحدة والعزلة. تم الكشف عن جهاز يحمل اسم إيليك خلال مؤتمر عقد في كاليفورنيا. يعمل الجهاز من خلال تقنية حديثة تهدف إلى تزويد المستخدمين الأكبر سنا بصديق افتراضي يتحدث معه ويساعده في كثير من الأمور المختلفة داخل المنزل من خلال الأوامر الصوتية. وإلى صحيفة الغد الأردنية التي جاء فيها دراسة الرقص رياضة تكافح شيخوخة الجسم والدماغ. أفادت دراسة ألمانية حديثة بأن رياضة الرقص بجميع أنواعها لها تأثير مفيد في إبطاء وتيرة انخفاض القدرات العقلية والبدنية المرتبطة بتقدم العمر والشيخوخة. وبحسب الدراسة فإن الأنشطة البدنية المختلفة يمكن أن يكون لها تأثير على الحد من شيخوخة الدماغ لدى كبار السن. وصحيفة القبس الكويتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم إعدام أمريكي بعقار يستخدم للمرة الأولى. أعدمت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية رجلا مدانا بجريمتي قتل باستخدام عقار طبي جديد لم يسبق استخدامه في تنفيذ أحكام إعدام في الولايات المتحدة. وأكدت السلطات أن مارك أساي الذي أدين في عام 1987 بقتل رجلين بالرصاص في جاكسونفيل قد تم إعدامه باستخدام عقار إيتوميدات المهدئ القابل للحقن للمرة الأولى في الولايات المتحدة. وختاما مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية جراحون فرنسيون يعيدون وصل ذراعي امرأة قطعا في حادث قطار. تمكن فريق من جراحين من إعادة تركيب ذراعي امرأة بعدما قطعا في حادث قطار وهي عملية نادرة والأولى من نوعها في فرنسا التي يتم فيها العمل على الطرفين في الوقت ذاته. وأجريت العملية التي استمرت لمدة 4 ساعات على يد فريقين من الجراحين في مستشفى سانتر أوسبيتاليه في جنوب شرق البلاد.